مدرب نادي انتر ميلان. في الجانب المقابل المدرب الايطالي ايضا ماسيماليانو أليجري. خلال هذا اللقاء اكيد راح تكون ركلات ترجيح موجوده، راح نتحدث عن الحسبه، لكن محاوله اولى خطيره لمصلحه نادي ميلان، كره فيليبو انزاكي الذي يبدا اليوم في التشكيله الاساسيه بالفانيلا رقم 11 اللاعب الهولندي الذي كان متواجدا. لكن يا سلام يا بيبو، يا سلام يا بيبو، الاعجاز بيبو الاعجاز في المرمى. الحارس كاستيلاتزي. اذا نشاهد الان كره من عمر بيبو، من عمر، يا سلام يا سلام، الكره الماضيه بيبو لعبها بشكل جميل، لكن بسبب الخلاف التاريخي الذي جعل الانتر ينفصل من الميلان الامور تستمر. هناك محاوله ايفان كوردوبا وبتواجد ديان ستانكوفيتش. كره ملعوبه في الجهه اليمنى، محاوله يا سلام، هنا الكره الماضيه ترجع تتخلص الان لمصلحه الانتر، تسديده موجوده والكره بعد ذلك عند حارس ناتاليو على الى ان قاد نادي ريال مدريد بي في عام 1993، ثم بعد ذلك بدا مشوار التالق مع الفرق الاولى. هنا ماسيني يبحث عن التالق من خلال هذه الكره، لكن ابياتي يتصدى، ابياتي يتصدى للكرة الامريكية في الجولة الامريكية لمصلحة نادي الميلان. الكرة فيها محاولة مرور الصافرة حاضرة في اللقطة الماضية، والخطأ لمصلحة اللاعب ناتاليو للمرة الثانية. التدخل ما بين نوفينيتش وناتاليو للمرة الثانية. هنا اعتقد بان حكم المباراة اطلق صافرة نهاية المباراة بنتيجة التعادل السلمي. اذا التعادل السلمي يحسب